من دلوقتي. ماذا يحدث مع الأهلي في الفجيرة؟ استعدادات الفريق، كل أجواء الإمارات. معنا على الهاتف من الفجيرة الزميل محمد سعيد، موفد قناة الأهلي للإمارات. أهلا بك يا محمد. مساء الخير أستاذ إبراهيم، أهلا بيك وأهلا بالكابتن عادل القيعي وكل مشاهدي برنامج ملك وكتابة وقناة الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا محمد، وحطنا في الصورة في ما يحدث في الفجيرة الآن. اولا ما يحدث في الفجيره، بس انا عايز انقل لك تحيات جمهور النادي الاهلي لملك وكتابه والكابتن عادل القيعي وجمهور النادي الاهلي هنا تحديدا عبر السوشيال ميديا وكل الجاليه المصريه اللي قابلتني النهارده في الاوتيل وفي ملعب الفجيره. بيوجهوا التحيه للكابتن عادل وبيقول لك كل سنه طيب يا باشمهندس، وسنه سعيده دايما عليك وعلى اسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي دايما يا رب. متشكرين جدا وتحياتنا ليهم جميعا. ده بداية. ثانيا عايز اقول لك استاذ ابراهيم، كابتن عدلي حالة جميلة رائعة هنا في إمارة الفجيرة، احتفالية واستقبال أكثر من رائع من لفريق النادي الأهلي منذ أن وصل بالأمس في مطار الفجيرة وفي كل مكان تحرك فيه البعثة سواء في فندق الإقامة أو حتى في التدريب. ويمكن منذ حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات كنا في حفل تكريم من سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة وعدد من القيادات والمسؤولين عن إمارة الفجيرة ونادي الفجيرة لتكريم بعثة فريق النادي الأهلي ومشاركة الأهلي في اليوبيل الذهبي وتكريم أسرة كرة القدم عبر تاريخ نادي الفجيرة وكل الألعاب التي شاركت في تاريخ هذا النادي العريق. كان شيء جيد جدا ورائع، وحرص الأستاذ خالد البرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة على ايضا تكريم نادي الفجيره ممثلا في رئيسه سمو الشيخ مكتوم بن حمد واهدائه الدرع التذكاري وشعار النادي الاهلي حبا ومشاركه من النادي الاهلي في اليوبيل الذهبي على مرور 50 عاما على انشاء هذا النادي العريق. الامور تسير بشكل جيد، الاستعدادات متواصله، هي ليست مباراه كره قدم فقط حتى الان، نراها احتفاليه كبيره جدا، احتفاليه للنادي واحتفاليه واحتفاء بالاهلي الذي وصل للفجيره ومشاركه للنادي الاهلي والاحتفاء به بعد حصوله على النجمه الرابعه وتحقيقه للرقم 40 فوز ببطوله الدوري، ومشاركه الاهلي ايضا كمان باحتفالاته وارقامه القياسيه والالقاب التي يحققها خلال الفترات الاخيره. استاذ ابراهيم كابتن عادل. الجو نفسه بقى حر برد رطوبه عامل ايه؟ يعني بالنهار الجو حر، الرطوبة يمكن لسه ما بدأتش في يعني طبعا لسه في شهر مارس هتبدأ في ازدياد خلال الشهور القادمة، لكن الجو حر وتوقيت المباراة هيكون الساعة 6 إلا تلت بتوقيت الإمارات، يعني درجة الحرارة بتصل لحوالي 4 إلا تلت بتوقيت القاهرة عشان الناس تبقى عارفة. 4 إلا تلت بتوقيت القاهرة، لكن هذا التوقيت بالنسبة هنا للإمارات يعني هيكون درجة الحرارة 30 32 درجة مئوية، لكن مع بداية الشوط الثاني درجة الحرارة هتنخفض توصل لحوالي 24 25 درجة مئوية، جو مناسب، لكن خلاص ده بدءا من شهر مايو هتبدأ درجات الحرارة هتبقى عالية جدا خلال الفترات القادمة. لكن على يعني رغم الحرارة العالية في النهار، لكن أنا بلاحظ كل يوم في الصباح امبارح والنهاردة بعد الفطار أو على ميعاد الغداء بننزل اللوبي تحت بتاع الأوتيل بنلاقي في أعداد يعني بتيجي من كل مكان، يعني أنا سألت حتى الناس وأنا بسجل معاها انت جاي منين؟ اللي يقول لي جاي من دبي، اللي جاي من ابو ظبي، اللي جاي من العين، اللي جاي من عمان. يمكن اماره الفجيره هي الاماره الوحيده اللي بتطل على بحر عمان واقرب اماره لعمان وبتطل على الخليج العربي، ففي جاليات مصريه وجمهور اهلاوي بيجي كمان من المدن القريبه من اماره الفجيره عايزين يشوفوا اللعيبه، يتكلموا على اللعيبه، الصور التذكاريه، اللقطات، والناس بتبقى سعيده حاسه ان هي في عيد. فالجو بصراحه يعني رائع جدا جدا، واللي انا لمسته حتى من مسؤولي نادي الفجيره ان كان قدامهم اكثر من فريق اوروبي وكان الاختيارات بينهم عديده جدا، لكن هم فكروا في النادي الاهلي تحديدا، قالوا الاهلي بالنسبه لنا حاجه مختلفه وحاله خاصه في الخليج العربي. فحرص وحرص سمو الشيخ مكتوم بن حمد وحتى تعليمات لكل المسؤولين معاه في نادي الفجيره ان تكون هذه المباراه والاحتفاليه بالنادي الاهلي ومشاركه النادي الاهلي في هذه المباراه تخرج كانها مباراه عالميه بالفعل، زي ما بنشوف المباريات الكبيره اللي بتتلعب في الدوريات الاوروبيه. بالنسبه للاقبال على التذاكر وكده، تشعر ان الاستاد هيمتلئ؟ الساعه اللي استاد نادي الفجيره حوالي بالظبط 10500 مقعد. حتى الساعتين الماضيين كابتن عدلي انا سالت بالظبط على عدد التذاكر اللي تم بيعها بالفعل،
تقترب من حوالي من 6 الى 7000 تذكره، لكن الجميع اكد لي ان غدا في الصباح وقبل موعد المباراه باكثر من حوالي من 5 الى 6 ساعات سيمتلئ الملعب عن اخره، وهناك تنسيق يمكن نادي الفجيره متعاقد، وطبعا نادي الفجيره يمكن بيطبق الشروط لدوري المحترفين وهو بيلعب في خلاص على مرحلتين ثلاثه ويصعد لدوري الخليج العربي، متعاقد مع شركه لتوزيع التذاكر بشكل الكتروني، وكل ساعه بيوصل لهم ارقام رسميه بعدد التذاكر، والمؤشرات الاوليه في الصباح باذن الله غدا ستكون كل التذاكر الخاصه بهذه المباراه نفذت، لانها مباراه وايضا احتفاليه فنيه هيشارك فيها نجوم من الفن والشباب الفني المصري بعد المباراه مباشره باذن الله على ملعب نادي الفجيره. كلها اخبار مطمئنه ونتمناها مباراه جيده، ونشكرك على مجهودك، ولما تلاقي حاجه جديده بقى بقول لنا. هو دلوقتي ناموا مش كده؟ البعثه نامت دلوقتي يا محمد. بالفعل يمكن البعثه منذ اكثر من هم بعدين بساعتين. الساعه 1 هناك دلوقتي. الساعه 1 دلوقتي في صباح يوم الثلاثاء، لكن البعثه منذ حوالي ساعتين ساعتين ونص. الكابتن سيد بالتاكيد ده الزم الجميع بالتواجد في الغرف وعدم الخروج، وبالتاكيد الكل بيلتزم دايما برنامج الاهلي في كل المباريات سواء الرسميه او الوديه هو واحد ما بيتغيرش. حتى انا سالت الجهاز على النقطه دي رغم ان هي مباراه احتفاليه، لكن الكابتن سيد قال لك اي مباراه بتبقى محسوبه لينا وعلينا عشان جمهورنا، فبالنسبه لنا هي مباراه هتاخد الطابع الرسمي، كمان هنستفيد بيها لعدد من اللاعبين. عندنا النهارده في حارس تصاعد رمضان مصطفى مواليد 99 موجود مع علي نصري، عندنا كريم يحيى احد نجوم فريق قطاع الناشئين موجود في خط الدفاع، هيكون موجود مع محمد نجيب وصبر رحيل وباسم علي ومحمد هاني، بالاضافه بقى لنجوم خط الوسط حسام غالي وايضا محمود الجزار الوافد والجزار الجزار والجزار معاكم، ومحمود الجزار متواجد احد الوافدين الجدد في فتره الانتقالات الاخيره متواجد ايضا مع البعثه، فبالتالي الجهاز الفني فضل ان الجميع يلتزم بعد العشاء باذن الله يكون الفريق بالفعل بالكامل داخل لغرفه استعدادا بقى لبدء المباراه غدا باذن الله. لفت نظري ان صلاح محسن مش موجود. صلاح محسن مع الكابتن شوقي غريب في منتخب الاولمبي. منتخب الاولمبي. واكرم توفيق انا عايز اقول لك وكريم ندفد رغم العدد اللي معانا وفي نجوم كتيره، لكن تخيل كابتن عدلي بيزيد كمان عن البعثه ما يقرب من حوالي 17 لعيب دولي كلهم دوليين منتخب الاولمبي، واربع محترفين في منتخبات تحت مستوى في جنوب افريقيا تونس المغرب نيجيريا، ومعانا ايضا نجوم كره القدم هنا، يمكن معانا كابتن حسام غالي والكابتن محمد نجيب وعدد من النجوم والكابتن علي اوكسي. دايما فريق النادي الاهلي مليء لا ده فريق يلعب في الدوري ممتاز ويحقق بطولات. الفريق اللي معاك ده بالفعل يمكن حتى احنا منتظرين كمان تصريحات مارادونا، يمكن هنا الكل على يتاهب للمؤتمر الصحفي اللي هيعقده مارادونا غدا باذن الله مع الكابتن حسام البدري والكابتن حسام غالي، وهنشوف التصريحات، لان مارادونا يعني في تصريحاته الخاصه هنا مع النادي الفجيره اتكلم بشكل كويس جدا عن النادي الاهلي واتكلم على لعيبه النادي الاهلي، لكن الكل على هبه الاستعداد لسماع مارادونا بقى على الهواء مباشره غدا في المؤتمر الصحفي باذن الله، وهيبقى لقاء هام جدا بالتاكيد. يعني مارادونا ديجو ارماندو مارادونا احد او نجم الكره العالميه، اسطوره الكره العالميه في العالم بالكامل في مؤتمر صحفي مع النادي الاهلي ومع الكابتن حسام البدري والكابتن حسام غالي، فبالتاكيد حدث فريد مهم جدا لا يقل اهميه هذا المؤتمر عن المباراه بحد ذاتها. الحق نام يا محمد عشان تصحى لمارادونا بدري بقى باذن الله. شاكرين يا محمد ابراهيم، وتحياتي للكابتن عادل، تحياتنا للبعثه فرضا لمحمد سعيد موفد قناه الاهلي الى الفجيره، واعتقد اجواء